السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني بالله عليكم انظروا إلى أموال المسلمين الذين تصدقوا بهذه المياه على الحجاج، وانظروا كيف ترمى وكيف بهذه الكثافة، رغم أن الحمد لله الدولة وضعت مياه للشرب باردة وأنقى كمان، والله العظيم ان يدعسون عليها بمئات الالوف. هذه اللي يقولون ان الحجاج في حاجه الى مياه، والله الذي لا اله غيره انه يرمونها كت بلا حسيب ولا رقيب. فارجو منكم ممن يصل هذا المقطع ان ينشر حتى تتلافى هذه التبذير والاسراف في المياه. انظروا المياه والله كاملة في كراتينة، انظر هذه كراتين مليانة ماء وفي الأرض. شوف بالله هذا يجوز بمئات الألوف بل بالملايين يمكن. انظروا ها كلها مياه، كلها هذه الكراتين مليانة مرمى. تأتي السيارة ويدعسونها ولا يستفيد منها بمئات الألوف بل بالملايين. والبرادات هذه، البرادات انظروا ينزلون هذا ويرمونها ولا حسيب ولا رقيب. والله هذه الكراتين يا اخوان انها مليانه ماء بارد،